الحمد لله القدوس السلام الغني الصمد الذي يحتاجه كل شيء ولا يحتاج هو أي شيء، الذي يستقي منه الوجود وجوده، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الحي الباقي فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، فكل شيء فان إلا وجهه الكريم. تقدس في ذاته وصفاته وأفعاله، وتعالى على جميع المخلوقات علوا كبيرا، فلا يتصف بمثل ما اتصفوا به من النقائص، من ضعف وفقر وجوع ومرض وحاجة، ولا يتصف بالسكون أو الحركة، ولا بالزيادة أو النقصان، ولا يتصف بالتناكح والتناسل أو العجز والنوم، فليس كمثله شيء سبحانه. وهو السلام المنزه عن الآفات في الماضي والحاضر والمستقبل، والمطهر من صفات الحوادث، فهو واهب الأمان والاطمئنان، ومنه تنبثق السلامة والعفو والعافية. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الذي سمع قول التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، فما يدور بين الناس من كلام أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا وسبق وقعه إلى سمع الرحمن جل وعلا قبل أي شيء، ودون أن يشغله سمع عن سماع، فلا يشغله شأن عن شأن، ولا تشتبه عليه لغة من اللغات على اختلاف الألسن واللهجات، فما من قول أو فعل أو خاطر في النفوس والضمائر إلا وعلمه عند الله، يسمعه ويبصره ويراقبه ويهيمن عليه، ولا تغيب عنه همسة وسط ضجيج، فإن كنت ضمن شلال ماء ينحدر بقوة، أو في دوامة ماء وسط رعد وبرق، وعلت استغاثتك أو خفيت، فإنه تعالى هو الذي يسمعك ويبصرك ويراقبك،
فهو الذي سمع عبده ذنون وهو في ظلمات فوقها ظلمات. فلا تستغرب تلك القدرة العظيمة على السمع والبصر، فما أيسره في منطق العقل أن يشرف رب الكون وخالقه بسمعه وبصره على كل حركة وسكنة في الوجود. ألا يعلم من خلق وهو السميع البصير؟ اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنتك دار السلام. اللهم سلمني من الخواطر الشيطانية ومن الرعونات النفسية. اللهم أحيي قلبي بنور معرفتك القدسية وجنبني كل مكروه وأنلني كل رفعة، واكشف يا قدوس عني كل بلية يا رب العالمين.